الرجل في هذا الموضوع طبعا في هذا الجانب مع ضيفنا وضيفكم من الشرقية طبعا من الدمام معنا الدكتور زهير بن خشيم استشاري علاقات أسرية. وصبحك الله بالخير دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا. يعطيك العافية دكتور. دكتور دائما إن شاء الله نشوفك مبتسم، لكن موضوع جعل كثيرين يعني يبتسمون من الرجال، يعني معناته في كثير من الأسرار التي قد يخفيها الرجل عن زوجته. بالتأكيد هو ليش بيخفي؟ ببساطة كده لو نظرتي له هو خايف. يا ساتر. أي نعم، هو يخاف. زي ما أنت عارفة الرجل بيواجه مشاكل كثيرة في حياته، لكن هو ما بيهمه أنه يدور على حلول قد ما يهمه أنه أحد يسمع له. لو جينا هو اتكلم عن مشاكله عند زوجته، ايش اللي حيصير؟ يخاف، شوفي انتبهي لكلمة يخاف انه يبلغها، يخاف انه يقول لها مثلا انا عندي مشكلة مع المدير، حتقول الله هذا ما عنده شخصية. شايفة؟ لو حكى لها عن صاحبه وايش اللي حصل بينه وبين صاحبه، حتقول الله هذا شخصيته ايش؟ ضعيفة. لو حكى لها عن اخته وايش اللي حصل بينها وبين اخته، حتقول الله استوطت حياته أو أخته استغلته أو أخوه استغله أو صديقه استغله. هنا ما ليش اللي بيحصل عندنا هنا هو خايف من نظرتها له، خايف من النظرة هذه إن هي بتنظر له بنظرة دونية أو تقلل احترامه لها، فيقول لك أحسن حاجة إني أنا أسكت والتزم الصمت، أتكلم عن أي حاجة. أي نعم، هي هذه الفكرة بالضبط كده. نعم. هو نعم. خايف ينزل من عينها أو يفقد احترامه لها. نعم، وأحياناً يا دكتور زهير ما أدري توافقنا الرأي، يعني لو يعني تعرف حاجة أنت ما قلتها يلا ها ابدأ مشكلة، أكيد خبيتها في مصيبة أو في حاجة أنت يعني قاعد تسويها، يعني فالآن أصبح الزوج بين خيارين، يعني أنه إذا قال لها بالتالي هيبدأ يتجرح ويشكك في قدرته وثقته، وإذا ما قال لها نبدأ لا أنت ما يعني تشك وتبعد عني، ما بتشاركني، يعني كيف يكون التوازن في هالعملية؟ والله يشوف هو الرجل لازم يحسبها كده مزبوط، يعني مع زوجته هي من ايش نوعية الثقافة حقتها ايش، هي نوعية ما مستواها الدراسي ايش، هي شايف طباعها، تعرف هي من مجتمع وهو من مجتمع، فاحيانا هنا تجي الحواجز هذه او وجهات النظر المختلفة. هو بينظر بحاجة وهي بتنظر بحاجة، فكيف يساوي حاجة مشتركة بيناتهم الاثنين؟ نعم، لغة الاتصال أو لغة المشاركة بيناتهم هذه مهمة جدا. نعم. يمكن من الأمور الموجودة وهذا الشيء يعني نحن كبرنا عليه طبعا، أنه حتى من الحاجات العيب في المجتمع لا تشوف رجل يبكي، لا تشوف يعني المرأة تشوف زوجها مثلا بيدمع، أو تشوفه في لحظة يعني خلوة مع نفسه في لحظة أنه بيحس أنه أنا محتاج لك، حتى كلمة الاحتياج. يمكن كبرنا وصورة نمطية عن الرجل لابد أنه ما يبكي، الرجل دائما قوي رغم وجود لا سمح الله أحيانا مصائب أو ظروف مرة صعبة تمر عليه، وفي النهاية أنت الرجال لازم تتحمل، وإذا أنت ما تحملت مين اللي يتحمل؟ نعم. ايش رايك؟ انت سالتي كذا سؤال. اي نعم، خلي بالك طرقتي لكذا موضوع. بالفعل. اول حاجه خلينا ننظر لها بالطريقه هذه، ان الرجل بطبع ذاته رجل غامض، خلينا نتفق على هذه مسلمه صارت. نعم مسلمه، والمراه تكره الغموض. تبغى الرجل يكون عنده دائما مفتوح، شايف، ويشاركها ويتكلم عليها. المرأة باعتبار وضعنا نحن هنا المعظم نقدر نقول 50% من السيدات مثلا ربات بيوت، فما بيخرجوا فما بيتعاملوا غير اللي بتعمل. فخلينا ناخذ مثال المرأة اللي قاعدة في البيت. اي نعم، طول النهار قاعدة في البيت، فتبغى الراجل يجي تشكيله همها، يتحدثوا ويتكلموا مع بعض. ايش عندها مثلا غير التلفزيون مثلا، او تكلم صديقتها بالتليفون؟ لكن لما تبغى يجي زوجها تبغى ايش؟ نتكلم، احس اني متزوجه. طب هو كان في العمل ورجع البيت اتغدى ويمكن ريح شويه وبعدين خرج العصريه، طب متى انا اجلس معاه؟ صحيح، متى نتكلم؟ متى نتبادر؟ متى نشارك مشاكلنا؟ متى نحط ناخذ قرارات؟ شايف؟ فهذه مشكله. هو اخذ في نظره في اعتقاده انه هي مثلا ثقافتها ضعيفة، ما تعرف ما تفهم، فبلاش أنا أشاركها وهنا إيش أنا حخش معها في مشاكل، هي تبغى تنفذ رأيها وأنا أبغى أنفذ رأيي، ما فيش اتفاق. لا تنسي أنه الزواج إحنا خلينا نسميها الشراكة، هي شركة. نعم، في عندنا رئيس وفي عندنا نائب رئيس وفي عندنا مدير عام وفي عندنا الموظفين هم إيش؟ الأولاد. صحيح، بس الرئيس لا تنسى ونائب الرئيس لازم يكونوا دائما على وفاق، ولازم يكونوا دائما متفاهمين وعاملين خطه، اللي بيسموها كده ايش بالكلام الكبير لو قلنا استراتيجيه، كيف نربي الاطفال. يعني حتى احنا اذا تكلم من مبدا الشراكه، ترى هالشركه يعني ما ينفع قائدين، هذه لازم نسلم فيها.
لازم قائد واحد وبالتالي رئيس من ما ذكرت انا نحدد المسؤوليات بالضبط. انت بتقول لي هنا نحدد المسؤوليات، كل واحد له مسؤوليه بالضبط. هي لها مسؤوليه البيت، تربيه الاولاد لازم تكون مشتركه هنا استاذ محمد. نعم. اذا تتفق معايا أكيد. الخطه على الاقل اكيد. نعم. اكيد الخطه في تربيه نعم. الاولاد بعد كده يجي التنفيذ، هنا كمان مشكله ثانيه ترى في التنفيذ بتصير. اي نعم. يمكن مشكله ثانيه دكتور زهير، يمكن يعني ما ادري لاي مدى توافق يعني توافقني في الراي الدكتور، انه اختلاف الفكر يعني نتج عن ذلك يعني طبعا في فجوه ما بين فكر الرجل والمراه. الرجال بيقول انا قد ما اتكلم الزوجه ما بتفهمني، انا في عالم وزوجتي في عالم، واصبح الرجل غامض. هذه نقطه. النقطه الثانيه طبعا انه بالنسبه لما نحن بنتحدث عن يعني المراه، يعني هذه سلبيه للمراه كمان، انه دائما الرجل يقول تبغى تخبي او تبغى تنشر خبر لازم تقوله للمراه، واقل شيء انها بتعمله تروح تخبر امها واختها. نعم نعم نعم. لو مسكنا الحاجه هذه من الاخير، اخر حاجه قلتيها هي بتروح، هي سررت مين؟ ايش اللي حصل في بيتها هنا؟ انتبه يا استاذ، اللي حصل في بيتها هنا هي راحت اخذته وسررت مين؟ سررت امها. يعني معقوله ما تسرر امها؟ مو معقوله. الأم هنا راحت قالت لمين؟ قالت لبنتها الثانية. يعني معقولة ما حتسرر بنتها الثانية؟ بنتها الثانية سررت مين؟ سررت زوجها. معقولة ما في أسرار بين الزوجة ومرأة؟ الزوج راح قال لمين؟ قال لأمه، قال لأخته. هاي شوف الخبر فين راح. الموضوع ما فيه هنا إيش الفكرة اللي طرقتيها أنت، اللي هو ترى أنا نسيت السؤال. على فكرة عدم التوافق الفكري نتج عنه عدم التوافق الفكري هنا في الثقافات يا أستاذة. هي ثقافة وهو ثقافة، أو أحيانا الميول كمان عندك لا تنسي، هو ميول وشكل وهي ميولها شكل. فهمتي كيف؟ هي مثلا خلينا نقول هي متدينة كثير وهو يعني إيش عادي جدا عملي، ما في اتفاقيات. يعني مثلا يقول لك عشان في ناس بتقول لك الزوجه تقول لك التلفزيون حرام ما تتفرج تلفزيون. صحيح، يمكن هذه من الاشياء والثقافات. لكن دكتور زهير يعني ودي اركز على جزئيه، انا كزوج مثلا لما يعني كل صغيره وكبيره مثلا زوجتي يعني ممكن تمر موضوع معين صار بيني وبين احد الموظفين مشكله، بعد كم من يوم صارت مشكله اخرى، شوف ما قلت لك وانتبه. فهذا يمكن يكون في تخوف من الزوج الان، يمكن الموضوع الان اذا قدرنا نضع النقاط على الحروف انه ما في مانع يكون في مشاركه، لكن ما المانع انه يكون بتوازن، بمعنى انه ليس كل شيء يقال للمراه، وبالتالي حتى انت ترحمها، يعني كما ما تثقل كاهلها بمواضيع تافهه قد تقلقها بالضبط. يعني انه صار شيء كبير مصير ممكن تكون. احنا بطابعنا استاذي محمد لا تنسى، نحن بطابعنا كرجال مثلا طبعا الطابع الذكوري، انه مثلا احيانا ما يتقبل نصيحه من امراه. انتبه للنقطه هذه، فهو يجي حيشكي هنا لزوجته عشان ياخذ منها حلول حيكون في نظرها ايش؟ انتبه للنقطه هذه. هو دائما معروف وتعلمنا انه ابويا هو اللي بيملي في البيت، هو اللي بيتكلم، هو اللي بيقول، هو اللي بيجد الحلول. هو يجي يشتكي عندها ويقول لها شوفي لي حل، حيكون ايش في نظرها؟ حتكون هي الراجل معناته. فمن هنا في ناس بتلاقيهم يقول لك ايش؟ انا اسكت احسن. لكن انتبه، اللي واثق من زوجته، واثق من اراها، وراثق من نظراته، وفي بيناتهم ثقه متبادله، فلما يجي يشكي لها او ياخذ منها الاستشاره والمشوره بتلاقيها بتعطي له الفكره الصائبه. نعم. شايف؟ نعم. هنا الخوف، وبرضها بتعامله باحترام. وانتبه المهمة جدا، الراجل ايش يبغى من المرأة؟ أهم حاجة يحتاجها الرجل من المرأة هو الاحترام. إذا بتحترمه في أسلوبه، في طريقته، في معاملته، بتحترمه في مشاعره، بتحترمه في احتياجاته. كلمة احترام هذه تحط بعض تحتها أشياء كثيرة. تحترمه، تعرف متى هو محتاج إلى الاحترام، متى يحتاج إلى تحترم مشاعره واحتياجاته، تحترم كلامه، تحترم وجوده أو غير وجوده. زي لما بتقول للأولاد ترى إذا جاء أبوك حقول له، أهو بتخوف فيه، بتحترم بيه. أي نعم. أو العكس حتى، يعني ممكن أنه في أحيانا تكون الأم هي قد يعني هي المسؤولة الأولى، يعني ممكن يوزع أنه والله مهام أنه ترى أقول الوالدة مع أنها هي متواجدة معكم في البيت وهي المسؤولة الأولى عن البيت. طيب دكتور، لما نحن نتكلم يعني بشفافية أكثر والحياة الزوجية وطريقة الزواج، يعني أنا مع ممكن أحيانا يعني الزواج التقليدي زواج ناجح، ما نقدر نقول زواج ما هو ناجح، لكن حتى في الزواج التقليدي دائما نحن ما بنتعلم هذا الشيء، أو ما بنعلم بناتنا وحتى شبابنا أنه هذه قبل تكون زوجتك أفهم ما هي المرأة،
كيف تفكيرها، ماذا تحب المرأة بصفة عامة، ماذا تكره في المقابل أنت يا مرأة، أفهمي ما هي كينونة الرجل وماذا يحب الرجل، عقلية الرجل، كيف يحب أن يتعامل للرجل. يمكن هذا اللي خلانا نحن إلى الآن في فجوة ما بين الرجل والمرأة في المجتمع. أحسنتي. أول حاجة أنا دائما أنادي أنه الشباب لازم يأخذوا دورة كيف نتزوج، هذه مهمة جدا. اثنين، انتبهي للنقطة هذه، احنا عندنا الجنوب وعندنا الوسطى وعندنا الغربية وعندنا الشرقية. تخيل واحد من مثلا خلينا نقول من الجنوب اتزوج من الغربية او من الشرقية، في هنا عندك عادات وتقاليد وقيم ومبادئ ونظرات على ايش هي عاشت وعلى ايش هو عاش. كيف تبغي تجيبي هذول المجتمعين المختلفين وتطبقيهم مع بعض؟ زي ما انت عارفه مثلا جده تختلف عن المدينه والمدينه تختلف عن مكه، في عاداتهم وفي تقاليدهم. لو تتذكري راح حضرتي مناسبات هنا او هنا حتلاقي في اختلاف في العادات والتقاليد. فتخيلي انت عادات وتقاليد مختلفه، جبنا اثنين والزواج التقليدي وقابلناهم ببعض. وتخيلي انت كمان هو مهندس وهي مثلا علم اجتماع او دراسات جغرافيا او تاريخ وهو بتاع كمبيوتر. هاي شوفي كل واحد ايش ميوله وطريقه تفكيره، هذا مهندس وهذا كيف نجمع الآراء والأفكار هذه مع بعض ونخليها إيش تتوافق. هذه مهمة جدا، مهمة جدا. زي ما تفضلتي، نعم المفروض أنه هو يفهم عن المرأة ويدرس عن المرأة ويقرأ عن المرأة واحتياجاتها ومتى الأوقات اللي هي بتكون فيها وكيف يتعامل معها وكيف نقرب وجهات النظر وكيف نوصل إلى حلول وكيف نعمل حاجة مشتركة بيناتهم. انتبه للحكاية هذه. نعم. وكيف أنمي أنا عندها وكيف أتواصل لها. هو بيحب الكورة وهذه مشكلة اللي بتلاحظيها أنت بتنظر للدوري حق الكورة من طويل، يعني ما تقول يوم أو يومين، بياخذ بالأسابيع ويخلص من دوري يخش في دوري. كيف أنا أشارك معه وكيف أنا أتابع معه وكيف أخلي أنا في وصل بينات. لما أسأله إيش أخبار الدوري، فين وصلوا، مين فاز، بيلعب على الأربعة ولا على الاثنين، التصفية، إيش الدوري اللي بعده، ها بنتكلم، عملنا حوار. نعم ذكرتني، يعني احد الشباب كان يقول لي قصه، يقول يعني حاولت ان زوجتي تشاركني في الدوري فصار طول الوقت المباراه هي هذا مين، طيب هذا من وين جاي، طيب ضيعت ابو المباراه يعني خلاص تابعين. لازم نسوي تمهيد في البدايه، لازم نعمل لها توهيد. نعم دكتور زهير، اذا سلمنا انه الزوجه والزوج طبعا بغض النظر عن طرق الزواج لا يحتاجوا الا سوى يعني شيء واحد تحت مظلات الحب والتضحيات، انه شيء يكون الوضوح، الوضوح من قبل الزوج او الزوجه. متى ما كان الانسان واضح ما يخبي، سواء في جميع فترات الملكه الخطبه، هي الامور هتصل الى بر الامان. لكن خلينا نتحدث عن حاله خاصه، زوج غامض، والله زوج انا عارف انه عنده مشكله، يجي من الدوام وجهه معفوس، تعابيره متغيره، اعرف انه عنده مشكله، كيف كزوجه تتعامل مع الرجل؟ جميل جدا. عرف استاذ محمد، اتخيل معايا الفكره بالطريقه هذه، زي انا لما بفتح التلفزيون والمحطات الفضائيه هذه ما شاء الله ما اكثرها، وافتح على محطه خلينا نسميها كده نقول عليها نكد، هل انا حستمل اتفرج عليها ولا اغيرها؟ اكيد نغيرها، اكيد نغيرها. اذا انا اتزوجت الراجل هذا ولازم ادور على حاجه، ادور على مفاتيحه كيف افتحه، كيف ايش الاشياء اللي تعجبه، ايش الاغنيه اللي تعجبه ممكن اشغلها له، وايش ايش الجو اللي اخلق له هو. هنا يجي نوع التغيير. إذا أنا مهتمة لازم أغير الأكل اللي يحبها، الموسيقى اللي يحبها، العطر اللي يحبه، شايفة كل هذا. هنا تيجي الشطارة، هنا تيجي شطارة الشابة الجديدة المدرن اللي مسميها المرأة. نعم هنا تيجي شطارتها كيف أغير الوضع هذا. لكن هاي هو دخل تعبان يبغى ابتسامة، أنت عارفة هي لو ابتسمت له وكيف حالك وش أخبارك ودقائق الأكل يكون جاهز، والله الابتسامة هذه حتنزل كل التعب، حتنسي التعب كله. نعم. إيش رأيك لو دش سريع كده؟ ها؟ إيش رأيك بعملية استرخاء سريعة كده؟ ها؟ حتصلي وحتلاقي الأكل جاهز؟ أنا عملت لك مفاجأة؟ التشوق هنا بيخلي بيخلق. لكن جاء البيت لقاها هي مكشرة وهي تعبانة وما هي لابسة وما هي متحضرة، ها؟ والأكل متأخر، إيش تتوقع؟ نعم. الحرب العالمية حتقوم بالفعل، يعني قبل الأكل يمكن حتى الابتسامة وطريقة استقبال الزوج. لكن دكتور نحن عندنا أمرين، أوكي، يا نبغى نمتلك الشخص ونبغى يكون كتاب مفتوح وأنا راح أكون كتاب مفتوح، إيوه، وعلى كيفي وعلى مزاجي، يا نبغى نغلق هذا الموضوع وما أبغاه يعرف عني أي حاجة. هل حضرتك تتفق دكتور أنه
يعني باختلاف الرجل او المراه، لانه كل شخص له شخصيته، انه في جزئيه له استقلاليته ممكن هو ما هو حابب، ولابد انه لكل انسان له استقلاليه في جزئيه ماني حابه اتكلم، وما انت في المقابل انا احترم انك انت في جزئيه ما تبغى تتكلم. هل لابد انه في العلاقه الزوجيه هذا الموضوع يكون موجود او هذه النقطه؟ استاذه زي ما بدينا في البدايه قلنا هي شراك، او خلينا ننسى حكايه انها زوجتي، حكايه انه هذه صديقتي، كيف حتعامل معها؟ كيف حخليها صديقه حميمه؟ انا لما اشوف انسان كويس وبذرته كويسه كيف اني ايش ابغى اتوصل اليه؟ فمثلا اعزمه، اعامله بطريقه كويسه، خلينا نقول ايش احتويه، خلينا نقول اعالجه، اشوف نقاط ضعفه واروح انميها واخش منها. هذا اللي باقي. انا متزوجت، خلينا نقول انا تزوجت واتورط، خلينا نقولها بالعربي كده بالمفتوح كده، اتزوجت واتورطت. طيب انا عندي انسان هنا يختلف عن المواصفات اللي شفتها ويختلف عن كل اللي كنت ايش متوقعته. صحيح. انا هعمل ايه؟ هل انا حعيش في وادي هو في وادي؟ طب وبعدين؟ طب تصدقي انت واحده قالت لي انا من يوم ما شفت زوجي في يوم من ثاني يوم عرفت انه ما ينفع يكون زوج. صح. صدقي قالت لي الكلام هذا. طيب جميل جدا، وبعدين بعد 5 سنين 6 سنين قالت لي عندنا 5 اولاد. هذا ما ينفع وجابوا 5 اولاد. يعني كيف لو صار ينفع؟ تخيلي هذه نقطة. يا امي طيب كيف الموضوع هذا؟ كيف انت سويتي كذا؟ انت بتقولي انه ما ينفع. كيف جاء؟ اول واحد كيف جاء؟ ثاني واحد كيف جاء؟ كيف استمرت الحياة هذه؟ صحيح. في اختلاف هنا، في مفاهيم كذا عندنا يعني عليها ضبابيه، ويمكن حتى للاسف الشديد مفهوم الزوج الزوجه، يعني احيانا كل واحد عنده قائمه ورقه بيضه وقلم، يعني يبدا يرصد الاشياء السيئه، الاشياء اللي صارت ويلا، ويبدا طول الوقت بمجرد اي مشكله بسيطه ابدا تذكر في القائمه جاهزه على طول، سواء من الزوج والزوجه يبدا. لكن لو العلاقه صارت صداقه بمعنى انه دائما أيوة الصديق ما يركز. صداقه، ركز لي على هذه يا استاذ محمد. نعم. صداقه. نعم. صديق حميم. تخيل انت دحين مع وجود الانترنت، العالم قاعده، الزوجه نفسها او الزوج نفسه قاعد مضيع وقته في كلام فاضي، ماسنجر وما ادراك ما ماسنجر، وما يدور انه مثلا يخش على النت ويبحث كيف استحوي على زوجتي او على زوجي، كيف انمي علاقاتنا، كيف 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 كيف. موجود في النت الامور هذه، ويمكن كنقاط ومنكم معموله ويمكن موجوده. ما الأغلبية ما حد فيهم فكر إنه يبحث ويشوف يحل مشاكله، مش شرط إنه يروح عند دكتور، مش شرط يروح عند استشاري، مش شرط، موجود في النت. لو دخل وسأل وشاف المشكلة حقته كده بعينه، والله أنا معتقد 100% هيلقى في ناس كثير يواجهوا نفس المشكلة. إي ويلاقي لها حلول. صحيح. وحيلاقي لها حلول، بس لا مضيعين وقتنا، خلاص أنا بسيطة، أنت مش عاجبك كده وأنا كمان مش عاجبني، يلا انفصلنا، كل واحد في وادي، يلتقوا عشان الأولاد قدام الأولاد، يمكن يلتقوا في الغداء، وأحيانا يمكن يتغدى لحاله. نعم. طيب دكتور، إذا أخذنا الموضوع بشكل أوسع الآن، يمكن في دراسات كثيرة تحدثت عن هذا الموضوع، مجرد ما الرجل بيتزوج أو المرأة تتزوج أنه حصلت على شريك العمر، أبدأ أنا كمرأة أفقد حيويتي ونشاطي، طبعا عدم اهتمامي بذاتي طبعا كمرأة. هذا سبب الشخص الآخر فقدت حيويتها ونشاطها. هو ما بيشجع. نعم. انتبه. أي نعم. وفي المقابل حتى الرجال، حتى في بعض الأوقات نشاهد الرجال يعني يمكن في بداية حياته قبل الزواج بيهتم في مظهر، ولكن بعد الزواج طبعا بيقل الاهتمام. انت سبب وانا سبب، هي استاذ المفروض انها. أيوة. هي تنميله، هي تساعد. نعم. اذا كده يعني حضرتك اشرت الى الخلاصة، انت سبب وانا سبب في الموضوع، يعني كأزواج وزوجات طبعا شراكة شراكة شراكة. هم الاثنين شراكة مع بعض. يعني هي لما شافته ما بيهتم بلبسه، فلما بتحضر له هي التوب وتحضر له الغترة وتحضر له الحواجز وتعلقها، حيلبس ولا ما حيلبس؟ شايف؟ أو تيجي مثلا تقول له الله لقيت لك الشامبو هذا جدا محترم وريحته حلوة، هي إيش بتقول له؟ استحمى وغير. نفس الحكاية، هو يقول لها أنا اشتهيت لك العطر الفلاني هذا، شفت فستان عجبك، أو بيقول لها غيري. لازم نشوف بعض، لازم نصلح بعض. نعم. احنا عايشين مع بعض يا جماعة. طبعا. صحيح. التغيير. نعم. ضمن الإطار الذي يجدد. نعم. الحيوية طبعا. نعم. دكتور زهير، يعني في ختام الفقرة، يعني نتحدث عن، يعني كان حديثنا يعني حتى وان ذهب بعيدا يمينا ويسار يبقى في العلاقة الأسرية. المشاركة، مشاركة الزوج للزوجة بمواضيعهم بشكل عام، ماذا يعزز؟ يعزز مفهوم العلاقة، حتى وإن كان نبعد كثير عن أنه والله قد يكون في إشكالية، وتتذكر أنه أثر، أنه لما أجي أقول زوجتي أنا اليوم صار لي موضوع إيش رأيك، مجرد هالكلمتين إيش رأيك، إيش هيأثر؟
أشاركها في كل صغيرة وكبيرة. هو صحيح، أنت لو سمحت لي أستاذي محمد لو نخرناها بالعكس، أيوة، تلاقي المرأة هي بتيجي تتكلم حصل اليوم حصل كذا 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 كذا، هي ما تبغى منه حلول هنا. شوف المرأة ما تبغى منه حلول، هي تبغى تتكلم، تبغى تفرغ. هو المفروض إنه ما يعطيها حلول، المفروض يكون متابع معاها. صح. أوف وبعدين إيش اللي حصل؟ طب وإيش سويتي؟ طب إيش عمل؟ شا بتابع أنا هنا. نعم. أعطيها اهتمام. بالفعل. إذا نعم. بعد كده أخسرناها هي تسألني طب إيش الحل؟ هنا أجي أن أبدأ الحل. أعطيها الحلول. صح. نعم. إذا دكتور زهير طبعا حديث معك لا يمل وأكثر من رائع، لكن إحنا نتفق في النهاية إذا كان في صراحة من قبل الزوج لابد أن المرأة تتقبل الاثنين. دون طبعا الزوجين طبعا، لكن هنا نحن بنتحدث عن إخفاء الرجل لكثير من أسراره للمرأة. نحن نقول إنه المرأة تستقبل بصدر رحب أولا، وثانيا بدون توجيه السلبيات في البداية، تحتوي الموضوع ومن ثم تبدأ إذا كان عندها انتقادات. يعطيك ألف عافية دكتور زهير طبعا، وشكرا لك. شكرا لكم. واعلم أيها الزوج عندما تعامل المرأة بكل احترام وبالتالي تعاملها معاملة الأميرة، فانظر إلى الخلف إلى الأم فهي ملكة. هذه المقولة دائما، الملكة تمارس وتزرع في الابن، والزوج ممارسة واحترام المرأة على أنها أميرة. مشاهدينا الكرام، نروح إلى الأحوال الجوية مباشرة مع الزميل عادل، وأنا وقفة مع العديد من محاورنا في هذا الصباح. إلى عادل. شكرا محمد، شكرا سمير، يديكم العافية من جديد.